بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شبكت لان اكسبورتنج سكرين ريكوردنج. لو أنا كنت عايز أعمل اكسبورتنج للسكرين ريكوردنج بتاعي اللي أنا لسه عامل له سكرين كاست دلوقتي، أروح على سكرين ريكوردنج يا جماعة وأضغط على الفيديو ديت اللي أنا عايز أعمله انسرتيشن، هيجيب لي الويزارد بتاع انسرت سلايد. طب جاست يا جماعة أضغط كليك يمين على البريفيو نفسه، كليك يمين عليه هتلاقيه عندك اكسبورت فيديو لو أنت عايز تصدره من بره بره باكستنشن ام بي 4. تمام يا جماعة، جاست حدد اللوكيشن واكتب الاسم واضغط على سيف، هبتدي يعملوا لك اكسبورتيشن من بره بره. الجانب التاني يا جماعه، لو انا ضغطت كليك يمين وقلت له سيف فريم، هبتدي ياخد برنت سكرين من الفريم ده بالظبط اكزاكتلي يا جماعه، سكرين شوت من الفريم اللي انا واقف عليه اللي هو الفريم اللي هو فيه 0 0 0 0 ده، اللي هاخد منه سكرين شوت وابتدي احفظه لي اهو اكستنشن بي ان جي يا جماعه عشان الجوده وكده، وابتدي انت تعمل له سيف. ديت الجانب بتاع لو انت كنت عايز تعمل اكسبورتنج لمين بقى، لو عايز تعمل اكسبورتنج لسكرين ريكوردنج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.